حابب ان انا النهارده اقول ان عندنا دلوقتي 10 فرق ناشئين في قطاع كرة القدم، كلهم متصدرين نتائجهم، وبجد فخور بال 250 لعيبه او اكتر من 250 لعيب، والمواهب اللي عندنا النهارده كلها من انحاء البلد كلها، ولسه عندنا اهداف كبيره قوي في المناطق اللي ممكن محتاجه خدمات وبنيه اساسيه. وفي طبعا شايفين الدور الكبير اللي لعبه اكاديميه دورتموند ان هي تساعدنا في العقليه وفي البنيه الاساسيه، ومعانا مكملين ان شاء الله شراكه طويله المدى. وبرده برحب معانا النهارده الاستاذ سيف زاهر اللي بينضم وبيضيف للمجموعه اللي موجوده عندنا في مجلس الاداره التنفيذي لشركه زاد. الناحيه الثانيه برده من الناحيه الاكاديميه اكتر والتعليميه قاطعين شوط كبير قوي في جامعه رياضيه في التجمع، برده اعلنا عنها قبل كده وان شاء الله ننزل بتفاصيلها قريب. ومن ناحيه الشغل اللي اتعمل بصراحه من الفريق العمل اللي معانا ومجلس الاداره والمجلس الفني والكباتن والاداريين كلهم، بجد بشكركم.